الخدمات تعترف ان ذول الناس دواعش بايعين شاينه ساعه شين قندهاري اخليهم يعترفون عليك بانك كنت تعمل معهم بالتنظيم. تم اعتقال 6 أشخاص من قبل جهه امنيه في احدى القرى في الموصل، بعد 8 أشهر تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد وانحكم واحد من عندهم بالاعدام. مختار هذه القريه بحسب قوله اليوم هو ظهر على قناتنا تحدث بانه تم تهديده من قبل رابط استخبارات في حينها للاعتراف عليهم بانهم ينتمون لتنظيم داعش الارهابي في حينها. يعني هذا اللي يحدث قواتنا الامنيه اللي هناك، هذا اللي صاير بهذيك الفتره، واليوم هذا الشخص ما اعرف هو حب يطلع ويانا وتحدث لنا بهذه القصه وهو مختار المنطقه وهو نفسه اللي شهد على ناس بانهم ارهابيين. انا حازم محمد ابراهيم مختار قيد عباس الرجب ناحيه النمرود قضاء الحمدانيه. شو اللي صار بقريتكم؟ عام 2017 اعتقلوا 6 أشخاص من قريه العباس، وبعد مضي تقريبا 7 أو 8 أشهر انحكموا الناس في الحكم المؤبد وواحد انحكم بالاعدام. ضابط الاستخبارات في حينها ضغط عليهم وهددهم وعذبهم واجبرني بالقوه والاكراه ان اعترف على ان ذول الناس هم دواعش. هم ذول ما دواعش، ما لهم علاقه بداعش خلاص. قال لي اذا ما تعترف ان ذول الناس دواعش ومبايعين وشاينه ساعه حسين قندهاري اخليهم يعترفون عليك بانك كنت تعمل معهم بالتنظيم واجلب زوجتك واجلب بنتك وعائلتك الى الشعبه. فخبت على زوجتي وخبت على اطفالي منه. فاديت باقوى ضدهم. الاستخبارات نعم، ضابط الاستخبارات اجبرني على اقوال غير صحيحه ضد المحكومين. هم ابرياء، الناس كل القريه بتعرف هاي القريه باكملها تشهد ان الناس ما عندهم علاقه بداعش ولا لبسوا قندهاري ولا شاو سلاح ولا لهم علاقه بتنظيم داعش خلاص. شو اللي خلاك تتكلم كل هاي الفتره انت ساكت اليوم تتكلم؟ انا ما قدرت في حينها اتكلم، يعني كان هو موجود في الانتخاب صراحه منه من النقل من القاطع. انا جماعه يعني رحت قدمت عليه شكوى ب 2019 وعندي اوراق تحقيقيه موجوده حاليا في مركز شرطه النمرود. بعد ما انحكموا الناس اهاليهم جو عليه قالوا انت معترف على ولدنا؟ قلت نعم. انا صار علي ضغط وتهديد من قبل ضابط الاستخبارات واعترفت انهم ذول دواعش. نتكلم عن دور المخبر السري في هذه القريه، شنو دور المخبر السري في هذا المكان؟ المخبر السري بصراحه احنا ما نعرف يعني المخبر السري من، بس اكو ناس قامت تعتقل يعني يطول شهر او يومين. احنا عندنا جماعه بالحشد تقريبا اعتقلوا بهم 10، يعني هو كان هذا شخص سبب في اعتقالهم وسبب في اعتقال ذول الناس اشخاص السته، لان هذا الشخص اجى ساوم اهالي المتهمين على مبالغ ماديه. من نعم؟ من هذا الشخص؟ زيدون. شنو شغله؟ والله ما اعرف احنا شنو شغله بصراحه، ما اعرف شو شغله هو يعني، ولا لا عنده لا موظف بالدوله، لا عنده راتب، لا عنده شيء، ما اعرف يعني. في وقت اراد منهم مبالغ وقسم انطوه. مخبر السر نفسه؟ هو الناس نتوقع انه هو نفس الشخص، يعني كان مساوم اهالي المتهمين على مبالغ ماديه، وقسم انطوه يعني مبالغ 750 وقسم انطوه مليون. وبعد ما اعتقل زيدون اعتقلوه القوات الامنيه، راحوا هن على ابوه وقالوا انت ابنك خذ من عندنا فلوس وترجع لنا الفلوس. وعلى ضوها جماعه انحكموا. يعني قالوا ماني اسبوع او 10 ايام اطلع ولدكم نسوي عليهم مسح ونطلعهم للمحكمه نصعدهم ويطلعون ان شاء الله ما عليهم شيء. ساوموا الناس؟ نعم. اصحاب المسجنين؟ نعم، اهالي المتهمين نعم، ساوموهم على مبالغ ماليه. اكو تسجيل مكالمه؟ موجود تسجيل مكالمه نعم عند جماعه من القريه، يعني ما عندي هذا التسجيل. بس موجود يحشي له يقول له اني جيبوا خلي يجيبون فلوس مبلغ هالقد وان شاء الله الضابط يقول لي هل قد فلوس من عندكم؟ ان شاء الله نسيرهم على المحكمه وفلان يوم يطلعون ان شاء الله ما يبقون.